السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النقطة الثانية من ضوابط الانتقال بين دراسة الصباح والمسائي للجامعة العراقية جامعات العراقية سنة 2021. النقطة الثانية ضوابط الانتقال لأسباب قاهرة. تلتزم الجامعات بتنفيذ حالات الانتقال للطلبة الذين يتعرضوا للحالات التالية بصرف النظر عن الطاقة الاستيعابية مع التزام ببقية الضوابط الواردة في البند رقم 1 اللي شرحته بالفيديو السابق، على أن تكون خلال السنة الدراسية للانتقال أو سنتين دراسية التي تم التي تسبقها. النقطة الأولى، الطالب أو الطالب الذي تعرض أو الذي يتعرض لفقدان أحد الوالدين في سنة الانتقال نفسها، يحق له الانتقال إلى الدراسة المناظرة في الكليات أو المعاهد الواقعة في محل سكنه بعد تقديم ما يثبت ذلك. تمام، يجيب شهادة وفاة أكيد أو كذا، هذا أسباب قاهرة يعني حتى ينتقل للجامعة اللي يريدها في محافظة سكنه. اثنين، الطالبة المتزوجة خلال مدة الدراسة يحق لها الانتقال إلى الدراسة المماثلة في محافظة إقامة الزوج بعد تقديم المستمسكات المطلوبة، أهمها أكيد عقد الزواج. ثالثا، الطالبة التي فارقت عن زوجها خلال مدة الدراسة بسبب طلاق أو الوفاة يحق لها الانتقال إلى الدراسة المماثلة في محافظة سكن عائلتها بعد تقديم المستمسكات المطلوبة. أربعة، الطالب أو الطالبة المصابين بأحد الأمراض المزمنة أو الخطيرة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد تقديم كتاب عدم ممانع من الجامعتين، الجامعة اللي بها والجامعة اللي ينتقل بها، وتقديم تقرير طبي من اللجان الطبية الدائمة في المحافظة محافظة سكنه نفسها أو محافظة الجامعة اللي هو اللي ينتقل لها، والمصادقة عليها من اللجنة الطبية في كلية الطب في الجامعة، يحق له هذا ينتقل. خمسة، الطالب المصاب الذي تعرض إلى قصف أو إطلاق ناري أو ما شابه ذلك من حوادث وأصيب بعجز دائم بعد تقديم التقارير الطبية المصدقة مع عرضه على اللجان الطبية المشكلة في الكلية الطب، أيضا يحق له الانتقال. ستة، الطالب المعيل لعائلته لفقدان أحد الوالدين يحق له الانتقال للدراسة المناظرة الواقعة في محل سكنه بعد تقديم ما يثبت ذلك. سبعة، عفوها ثمانية، عفوها تسعة. تسعة، لا يشمل طلبة السنتين الدراسيتين الأولى والمنتهية بما ورد على فقرة رقم ثلاثة اللي هو من البند ثلاثة هناك بالفيديو السابق. آسف، راح استقل بهذا الفيديو أيضا ضوابط الانتقال بين الكليات ذات متطلبات أدنى إلى كليات ذات متطلبات أعلى. تمام، سوف يتم إعلامكم ببعض التعديلات لاحقا غير موجودة بهذا الملف. بالمناسبة أن الملف راح أخليكم إياه بالوصف إن شاء الله، تقدرون تنزلونه من قناة على التليجرام. يتم نقل الطلبة الأوائل، انتبهوا أخوان، الأوائل من كليات ذات متطلبات أدنى إلى كليات ذات متطلبات أعلى من خلال قسم القبول المركزي الوارد في الوزارة كما يلي. أولا، يحق للطالب الأول على القسم والحاصل على تقدير جيد جدا في السنة الدراسية الأولى للانتقال من كلية ذات متطلب أدنى إلى كلية ذات متطلب أعلى وفق الجدول الآتي. يعني إذا أنت كنت تدرس بكلية الطب البيطري أو كلية العلوم سواء قسم الأحياء أو الكيمياء يعني أو التحليلات المرضية أو الكيمياء التطبيقية أو الأحياء المجهرية أو الكليات التقنية الحيوية التطبيقية، إذا طلعت الأول على القسم بتقدير جيد جدا راح تنتقل إلى كلية طب الأسنان أو صيدلة حسب رغبتك واللي أكو فورمة تقدم عليها. تمام، ضوابط انتقال الطلبة من الكليات ذات حدود قبول أعلى إلى كليات ومعاهدات حدود قبول أدنى. أولا، يحق لطلبة كليات المجموعة الطبية، أخوان انتبهوا، لطلبة كليات المجموعة الطبية في الجامعات الحكومية الانتقال إلى كليات ذات حدود قبول أدنى وحسب الطاقة الاستيعابية بشرط ألا تكون لديهم سنوات إهدار أكثر من سنتين. سنة إهدار يعني سنة رسوب، سنوات النجاح والرسوب ولا تحتسب سنة التأجيل أو عدم الرسوب ضمن سنوات الإهدار. سنوات التأجيل كلها صارت تأجيل هذه السنوات السابقة، يعني الأمور ما راح تعيق أحد. اثنين، يحق للطلب الانتقال من الكليات من الجامعات الحكومية إلى الجامعات ذات حدود قبول أدنى بحسب الطاقة الاستيعابية شرط ألا تكون لديه سنوات إهدار أكثر من سنتين. ثلاثة، تحسب سنوات الرسوب ضمن السقف الثمني للدراسة في حال كون الانتقال إلى الكلية. أربعة، المجلس الكلية أو المعهد النظر في إعفاء الطالب من بعض المواضيع الدراسية، يعني يشيلوا له كم مادة. أيضا، ضوابط انتقال الطلبة المعاهد في الجامعات التقنية، تخول الجامعات التقنية صلاحيات أو صلاحية نقل طلبة السنة الدراسية الأولى والثانية
من وإلى المعاهد الواقعة ضمن محافظة سكنهم أو معاهد المحافظة الواحدة في قضاء السكن بعد استحصال عدم الموانعة من المعهدين الأصليين. هاي مال الجامعات التقنية أمر كلش واضح ويعني ما بيه مشكلة. ضوابط نقل الطلبة أبناء الهيئة التدريسية هذا موضوع يعني راح أخليه بصراحة ما دخل بيه. بكل الأحوال راح أخلي لكم هذا الملف بالوصف حتى تطلعون عليه. أن البند رقم 7 اللي هو ضوابط انتقال الطلبة بين الكليات الحكومية والأهلية. ألف، نقل الطالب الأول، انتبهوا أخوان، نقل الطالب الأول من الكليات الأهلية إلى الكليات الحكومية في الدراسة الصباحية حسب النقاط الآتية. ينقل الطالب الأول الناجح بالدور الأول فقط بتقدير لا يقل عن جيد جدا من القسم المعني بجامعته والكليات الأهلية في الدراسة الصباحية الأولى إلى الأقسام المنظرة في الجامعات الحكومية. يعني لو واحد شاطر وسباعي ويطلع جيد جدا أول على قسمه يقدر ينتقل للكليات الحكومية. اثنين، يشمل الطالب الأول الناجح بالدور الأول فقط بتقدير لا يقل عن جيد جدا خلال السنوات الدراسية الثانية بهذا الامتياز. يعني النقل شرط نجاحه بتقدير لا يقل عن جيد جدا، وايضا يكون ضمن الربع الاول من السنه الدراسيه. شنو الربع الاول؟ يعني اذا انت 100 طالب فكل ربع هو 25 طالب، فاذا انت ضمن ال 25 طالب ايضا تكون مشمول. يخضع الطالب لاجراء المقاصه العلميه 100%، لان بس اذا بنفس الجامعه راح ياخذ نفس المواد، يعني مو ذيك المقاصه ما تفوت عليه. رابعا، يتم نقل الطلبه المشار اليهم عن طريق الوزاره حصرا دائرة دراسات والتخطيط والمتابعة بعد تزويد الطالب بكتاب رسمي من جامعته اللي هو بالكلية الأهلية معنون إلى الدائرة المذكورة في حال إعلان نتائج الدولة على أن يحدد القسم والكلية والجامعة التي يرغب الطالب الانتقال إليها، ولا يحق للكلية والجامعة الأهلية مفاتحة الجامعات الرسمية عن طريق مباشرة بخلافة تتحمل المسؤولية القانونية كاملة. يعني الطالب هو اللي يشتغل بيده. خمسة، يتوجب على الجامعات والكليات الأهلية تزويد الطالب بالكتاب المشار إليه في الفقرات أعلى بخلافة تتحمل المسؤولية القانونية كاملة. لن يتم النظر بأي طلب يرد بعد 15-12، تمام؟ طيب، نقل فقرة باء، نقل الطلبة من الكليات الأهلية إلى الكليات الحكومية، بس شنو إحنا قلنا صباحي هسه شنو مساء. أيضا يسمح للطالب الانتقال من الكليات الأهلية الدراسية الكليات الأهلية بالأهلي سواء صباحي أو مسائي إلى الكليات الحكومية المسائية المناظرة على أن يكون حاصل على تقدير جيد جدا ومن الناجحين في الصف الأول إلى الصف الثاني، نجح من المرحلة الأولى إلى الثانية وغير راسب في السنة الدراسية السابقة، وأيضا إلى آخره من النقاط. هنا انتبهوا، نقطة رقم 4، لن يتم النظر بأي طلب يرد بعد 1-12. نقطة تاء، نقل الطلبة من الكلية الحكومية إلى الكلية الأهلية. واحد من الحكومة الأهلية يسمح للطالب الناجح من الدراسة من الأولى المرحلة الأولى إلى الثانية الانتقال من الجامعة الحكومية الصباحية إلى أو الصباحية أو المسائية إلى الدراسة أو الاختصاص المناظرين في الجامعات والكليات الأهلية. يعني أنت تروح في الحكومة وتروح على الأهلي بعد كيف. نقطة حاء، ضوابط الانتقال في الجامعات كردستان، هاي ما تهمنا. ضوابط استضافة الطلبة ما راح أشرحها بصراحة، بس للاطلاع راح أخليها بالملف إذا واحد يحب يطلع عليها أكثر، تمام؟ هاي الاستضافة أوكي، راح أخليكم ملف إذا حاب أحد يهم هذا الموضوع. وشكرا جزيلا.